وكيل داخلية الوفاق فرج قعيب يتهم خليفة حفتر بمحاولة اغتياله الأخيرة في بنغازي. السراج يبحث مع الحرس الرئاسي والداخلية تفعيل الأجهزة الأمنية بسهل شفارة وجنزور. محتجون في سبها يدينون عمليات الخطف التي تعرض لها العمال الأجانب يوباري. هذه عناوين أخبار الثالثة من ليبيا بانوراما، أهلا بكم. اتهم وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في تصريح تلفزيوني الجمعة خليفة حفتر بمحاولة اغتياله الأخيرة في مدينة بنغازي، مؤكدا أن حفتر هو من يقف وراء جميع عمليات القتل والخطف والأعمال الإرهابية التي تشهدها المدينة. قبل 4 أو 5 أيام تمت عملية اغتيال الوكيل في منطقة سيدي خليفة بسيارة مفخخة طالعة من تبعية القيادة العامة للجيش الليبي تتبع خليفة بالقاسم حفتر اللي جبناه في 2014 وزرتنا فيه في 2018. عند 48 ساعة تفوير أوليس مخامات يمسك مدينة بنغازي خلال 48 ساعة. أقسم بأمة محمد أنا داق الطبل توا، كل من عنده في برقة راجل خطفها خليفة حفتر اقتنع عزقه في كنيسة يتفضل بكره عشاء في منطقة برتس. ودعا فرج قعيم أهالي المنطقة الشرقية وبنغازي إلى الاجتماع السابت في منطقة برسس شرق بنغازي، مطالبا بخروج كل من سليم الفرجاني وعون الفرجاني وعلي الفرجاني من مدينة بنغازي بحسب قوله. هذا يناقش تفويض أوليس مخامادة لمسك البلاد، يمسك بنغازي لحين تطلع بنغازي من المأزق اللي قاعدة فيه، وجميع من يحمل صفة من سليم الفرجاني، من عون الفرجاني، من علي الفرجاني، خروجهم من مدينة بنغازي خلال 48 ساعة. وأكد قعيب مقتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرين خلال استهداف قوات تابعة لخليفة حفتر، ما قر كتيبة التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في منطقة بوتزيرة شرق بنغازي. تم استهداف تعاون 120، 3 قتلى و4 جرحى في العناية قاعدين، هنا قبائل، هنا عائلات، ناس محترمة، لو عنده خيانة علينا يطلعها في الإعلام توا. من جهته طلب عضو مجلس النواب فتح الله الصعيطي الجمعة بتشكيل لجنة تحقيق في عملية استهداف ما قر وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فرج قعيم ومنتسبي قوات المهام الخاصة لمكافحة الإرهاب في بنغازي. وأخد تصريحات قعيم بعين الاعتبار، لافتا في بيان له أن هذا العمل هو محاولة فاشلة وجبانة لاستهداف قوات جهاز قاتلت الإرهاب منذ اللحظة الأولى حسب وصفه. حالة الانفلات الأمني وارتفاع وتيرة الخطف والقتل خارج إطار القانون وانتشار الجريمة في مدينة بنغازي تعكس حقيقة عجز القوات المسيطرة عليها وترجمته ترجمة صريحة. تصريحات المتحدث الرسمي لقوات حفتر وتفويضه لأهالي المدينة باستخدام القوة للدفاع عن أنفسهم من العصابات الإجرامية. مواطن يتعرض لعملية قبض من ملثم، من سيارة عليها سلاح، من لابس بدلة عسكرية، من أي كان هذا. سقطت ورقة التوت، فلا أمن ولا أمان يا أهل بنغازي. وبعد 4 سنوات من الحرب والدمار والنزوح أنتم مفوضون من قبل خليفة حفتر بالدفاع عن أنفسكم واستخدام السلاح ضد زوار الليل من خفافيش الظلام. وصل الأمر في هذا البلاغ إلى السماح للمواطنين باستخدام القوة ضد كل من يحاول القبض على المواطن بدون إجراءات رسمية، بدون أوراق رسمية، بدون بلاغ رسمي، وكذلك الذين يأتون للمواطنين لابسين أشياء على وجوههم لإخفاء الوجوه المعالم. نحن لا نقبض في الليل، لا نقبض في الظلام. تصريحات أحمد المسماري الناطق الرسمي لقوات حفتر
رسمت صورة عجز القوات المسيطرة على مدينة بنغازي عن تأمين المدينة وسكانها والحفاظ على أرواحهم، فقد زفت القيادة لهم خبرا مفاده: نحن خارج نطاق التغطية ليلا، وأنتم مسؤولون عن مقاومة الملثمين المجهولين إذا ما داهموا بيوتكم. العمليات الأخرى هذه عمليات خارج القانون، والقيادة العامة براء من ذلك، والقيادة العامة براء من ذلك، فيجوز هنا ووفق هذا البلاغ للمواطن استخدام القوة ضد هذه العصابات الإجرامية. سقوط مدون لوهم تحرير بنغازي تحرير لا نقصان فيه. اليوم بنغازي تعيش أصعب حالاتها، فلم يكن يخطر ببال أهلها أن يكون نتاج حرب الكرامة انفلات أمني وارتفاعا في وثيرة الخطف القسري والقتل خارج إطار القانون ومقابر جماعية وتفجيرات لسيارات مفخخة وقذائف هاون تستهدف المعسكرات. فهل ستشهد المدينة بعد تصريحات المسماري حالات نزوح لمن يطلب الأمن من خوف؟ هذا وتوالت ردود الفعل المحلية حول كلمة مندوب ليبيا في الأمم المتحدة المهدي المجبري التي رأى الكثيرون أنها لن ترقى إلى مستوى جرائم المروعة المرتكبة شرقي البلاد. المزيد في نص التقرير التالي. ردود فعل محلية رافضة لكلمة مندوب ليبيا بالأمم المتحدة المهدي المجربي أمام مجلس الأمن استهجانا لتجاهله الحديث عن حادثتي الأبيار ودرنة. أولى هذه الردود جاءت على لسان رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي الذي اعتبر الكلمة لم ترقى إلى مستوى الجرائم المروعة المرتكبة في شرق ليبيا، مشيرا إلى أن هذا التجاهل يعد استهانة واستهتارا بأرواح عشرات الأبرياء من النساء والأطفال والرجال. من جهته طالب عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن شاطر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بإعطاء التوضيح للكلمة، مؤكدا أن المجربي مسؤوليته حماية المواطنين وليست التغطية على المجرمين. وفي هذا السياق استنكر تجمع أهالي درنة بشدة كلمة المندوب وتجاهله لقصف المدينة من قبل طائرات مجهولة، واصفا أنها لم تكن جادة في التعامل مع الحدث. غياب قصف درنة ومجزرة الأبيار عن إحاطة مندوب ليبيا في المجلس الأمن وتجاهل أو تناسي ذكرها رغم فداحتها وإدانتها محليا ودوليا يترك أكثر من علامة استفهام ويفتح المجال لعديد التفسيرات، خاصة وأن الدول الكبرى الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا أذانت هذه الانتهاكات وعدتها جرائم حرب. بحث رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج السبت مع أمر الحرس الرئاسي ووكيل وزارة الداخلية ومديري أمن كل من منطقة سهل شفارة وجنزور تفعيل الأجهزة الأمنية والشرطية بالمنطقتين. السراج وخلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس أكد عودة مؤسسات الدولة للاطلاع بمسؤولياتها داخل مناطقها لضمان أمن المواطنين، داعيا في الوقت ذاته كافة عناصر الشرطة والجيش إلى الالتحاق بوحداتهم. من جهة أخرى عرضت القيادات الشرطية ما اتخذته من الترتيبات وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات لتوفير ما يلزم من استعدادات لتأمين المنطقتين بالكامل. وكان جهاز الحرس الرئاسي قد أعلن الجمعة تولي قواته رسميا مهام تأمين الطريق الساحلي وبوابة 27، موضحا عبر موقعه الرسمي أن هذه الخطوة تأتي من ضمن أولوياته ومهامه كونه قوة تأمين وحماية، منوها إلى أن الجهاز سبق له تولي مهام تأمين مطار طرابلس ومساهمته في فض وحل بعض النزاعات التي حدثت في البلاد. ورصدت كاميرا قناة ليبيا بانوراما الجمعة الأوضاع في الطريق الساحلي غرب العاصمة طرابلس الرابط بين جنزور وزاوية والذي عادت إليه الحياة بعد أن كان المرور منه قد يشكل خطرا قابل الوقوع يهد أمنهم وسلامتهم. التقرير التالي والتفاصيل. طريق أغلق مرارا وتكرارا وتم فتحه بشروط ومساومات، ويبدو أن المشهد لن يعيد نفسه بعد رفض القوة المشتركة أن يكون الطريق حكرا على مجموعة مسلحة
قد تغلقه لضغط على صناع القرار. هو الحديث عن الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية، والذي كلفت قوات الحرس الرئاسي بتأمينه والانتشار به ضمن تمركزات محددة. العابرون من الطريق أبدوا تشجيعهم لهذه الخطوة على اعتبار القوة الموجودة هي رسمية تستمد شرعيتها من المجلس الرئاسي، ذلك على عكس غرار أي قوة أخرى سيطرت على الطريق تحت مسمى قبيلة أو منطقة أو مدينة. والله الأمور كويسة، بس اليوم كويسة صح حقك. لا ما شاء الله كويسة 100%. تانا بين قبل وتانا حتى في القيافة ما شاء الله، الله يبارك فيها. آمنة وممتازة والله، أمورها طيبة وتبينة وفي طريقنا ماشي لطرابلس وإن شاء الله خير. فالوضع هنا وفقا لعناصر الحرس الرئاسي الذين رفضوا الظهور بسبب عدم تخويلهم بالحديث وضع مستقر نسبيا، وقال أحدهم إن المارة أبدوا ارتياحهم لتأمين الطريق على اعتباره خطا أساسيا يربط العاصمة طرابلس بأكثر من 10 مدن ومناطق غرب البلاد، فضلا عن كونه الطريق الرئيس للتوجه نحو تونس ويسلكه الكثير من المواطنين لغرض السفر. عودة للحياة مجددا على هذا الطريق بعد أن كان المرور من هنا قد يشكل خطرا على العابرين، فيما تنتشر قوات الحرس الرئاسي التابعة لحكومة الوفاق الوطني على طول الطريق الممتد من كوبري 17 وحتى بوابة الحاويات شرق الزاوية، وفق خطة أمنية وضعها المجلس الرئاسي والذي تعهد في بيانه الأخير بالعمل لضمان تحقيق سلامة المواطنين. محمد عبد السميع لقناة ليبيا بانوراما، كوبري 27 غرب طرابلس. أدان عدد من الناشطين وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني بسبها الجمعة في بيان لهم عملية الخطف التي تعرض لها مهندسون أجانب يعملون بمحطة أوباري الكهربائية، ورفع المحتجون شعارات تطالب بحماية وتأمين مرافق الدولة والمشاريع المهمة التي أصبحت عرضة للسرقة والتخريب في ظل الانفلات الأمني المستمر الذي تعيشه مناطق الجنوب. العمل الإرهابي الجبان وهو خطف لخبراء الأجانب من محطة أوباري الغازية، وذلك من أجل إيقاف العمل على استكمال المحطة التي انتظرها أهل الجنوب كثيرا بعد معاناة شديدة ومريرة من طرح للأحمال جراء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وهذا يدل على أن هناك أجندات ممنهجة لإفشال هذا العمل في هذه المحطة. وأكد معاون آمر الحرس الرئاسي محمد لاكري في تصريح لليبيا بانوراما جمعة استمرار عملية البحث عن المختطفين الأجانب من محطة أوباري الغازية، موضحا أن الجهات الأمنية في المنطقة تقوم بتتبع أثر الخاطفين بالقرب من الحدود الليبية الجزائرية، مشيرا إلى أن ما يصعب مهمة البحث التضاريس الوعرة في الجبال والصحراء المكشوفة، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذل من قبل الجهات المحلية والحكومية لتحديد مكان الخاطفين. وفي إطار متابعة قضية المخطوفين الأتراك العاملين بمحطة كهرباء أوباري الغازية، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة الخميس خلال لقائه السفير التركي أحمد أوغان بمقر السفارة التركية بطرابلس، أكد اهتمام إدارة الشركة بخبراء ومهندسي وفني الشركات التركية العاملة في ليبيا، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. من جهته أبدى السفير التركي ارتياحه لمواقف الشركة العامة للكهرباء الجدية حيال المختطفين، موضحا أن مثل هذه المشاكل تأخذ وقتا لحلها. الثالثة متواصلة وفيها بعض الفاصل. مكتب النشاط المدرسي ترهون ينظم حفل تكريم للطلاب الأوائل.
ليبيا وهي اللي حبيت وهي بلاد القلب مهما ريت ليبيا كل الحبايب فيها أهلي وجيراني وهي البيت. كل عام وأنا سعيد في ظل حلم جديد. كل عام وأنا سعيد وعمري يولد من جديد بوجودك أنت في قربي لن أشعر أهلا بكم من جديد. أقام مكتب النشاط المدرسي بمكتب شؤون التعليم بترهون حفل تكريم للطلاب الأوائل للعام 2016-2017 لطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على مستوى مكتب امتحانات ترهون. يهدف الحفل إلى الرفع من معنويات الطلاب لمواصلة الاجتهاد والتفوق في دراستهم. التقرير التالي والتفاصيل. البعض يلتقط الصور التذكارية والبعض الآخر ينتظر النتائج. إنه حفل تكريم الطلبة المتفوقين الأوائل على مستوى مكتب امتحانات ترهونة لطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام 2016-2017. حفل نظمه مكتب النشاط المدرسي بمكتب شؤون التعليم بترهونة وبرعاية من مجلس ترهونة البلدي. قمنا بتكريم الطلبة المتفوقين الأوائل على مستوى بلدية ترهونة من مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي بشقي الأدبي والعلمي. كانوا تقدير 30 طالبا متفوقا على مستوى بلدية ترهونة بتقدير ممتاز. بالنسبة للنشاط قسم النشاط المكتبي المدرسي قام بهالمبادرة الجيدة برعاية المجلس البلدي ترهونة. مسرح مدرسة المرحوم صالح السويسي احتضن حفل التكريم الذي حضره عدد من مسؤولي قطاع التعليم بترهونة. 30 طالبا تحصلوا على تقدير عام ممتاز وبمعدل درجات تفوق على بقية الطلاب بالقسمين العلمي والأدبي. هذا كما أن الحفل يقدم حافزا للطلاب للاجتهاد في الدراسة والتفوق وحجز مقعد في حفل تكريم الطلبة الأوائل العام القادم. الشعور أكيد حلو. نشكر إدارتنا فاطمة زهراء وأبلة نجية وكل من ساهم في هذا التكريم وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع. هو تحفيز يعني اللي بعدنا بيكونوا بدلين جهد أكثر مش يوصلوا اللي احنا وصلنا له. انتهى الحفل واستمر التقاط الصور التذكارية ليظل التكريم بذلك ذكرى خالدة في نفوس الطلبة تشجعهم في قادم السنوات. لقناة ليبيا بانوراما محمد شكير ترهونة. كرم المجلس البلدي بوسليم الخميس عناصر جهاز الحرس البلدي بالبلدية لقيامهم بدورهم الحفاظ على صحة المواطن بحضور عميد بلدية بوسليم ورئيس جهاز الحرس البلدي. هذا وقيم بالمناسبة حفل ألقيت فيه عديد الكلمات عبر خلالها المتحدثون عن تقديرهم للجهود التي يبذلها عناصر الجهاز عبر حملات تفتيشية دورية على المحال التجارية والمخابز والصيدليات التجارية والمطاعم والقصابين بالبلدية. يعني نقص الإمكانيات شيء واضح. دعمة البلدية لحسب إمكانياتها مركز الحرس إدارة الحرس البلدي طرابلس أو حتى لرئاسة الحرس البلدي قدمت كل الدعم لحسب الإمكانيات المحدودة اللي عندهم، لكن تفاني الأعضاء وحبهم لبلديتهم وحبهم لأهلهم. الحق لاحظنا منهم بعض الأعمال الكبيرة اللي دراها في الوقت هذا، يعني نقارنوا مستوى الإمكانيات بعدد الأفراد بمستوى العمل المنجز.
رياضيا، تتواصل منافسات بطولة سماء طرابلس الدولية للشطرنج والتي انطلقت الخميس في العاصمة طرابلس بمشاركة 40 لاعبا مصنفا وغير مصنف. تفاصيل أوفى مع الفتور الحطاب. 40 لاعبا في بطولة سماء ليبيا الدولية للشطرنج مدمجون بأكثر من 10 لاعبين مصنفين دوليا أمثال أحمد زيات وخالد بن ناصر وأحمد العمري وهاشم النعمي وغيرهم من المصنفين. بطولة انطلقت الخميس بمقهى مانويل في منطقة فشلوم، نظمها رواد هذه اللعبة بمجهودات ذاتية وبرعاية بلدية طرابلس واتحاد اللعبة المغيب عنها. هذه بطولة نظمها مجموعة من سنترنجي طرابلس، سميناها سماء طرابلس لتكون مظلة على الجميع. يعني الهدف منها ان احنا نلتمس طرنجيل القدامى والجيل الصاعد هذا لتصنيفهم في بطولة دولية. رسوم اشتراك هذه البطولة لم تكن غالية كعرقتها، بل كانت بثمن زهيد مراعاة للظروف وايضا لدمج اللاعبين المصنفين بغير المصنفين، حيث تواجدت الندية والتنافس في وقت ظن فيه مشاركو هذه البطولة أنها ستكون تنشيطية لا غير. البطولة كانت قوية جدا، يعني ترتيب الأول جاب 6 نقاط الأستاذ أحمد زيات وبعدها 4 لاعبين 5.5، يعني فرق نصف نقطة. فبصراحة يعني ما توقعناش أن هي تكون بالقوة هذه، يعني توقعنا أن لاعبين أن يبعد شوية، لكن كان المنافسة شديدة جدا. سماء ليبيا الدولية في نسختها الأولى كان حاضرا فيها أعلى تصنيف على مستوى البلاد. محفل شطرنجي ظهر في نسخته الأولى بتنظيم يريق بعرقة هذه اللعبة وبمجهودات ذاتية لم تخلق إلا روح التنافس والندية بين لاعبي هذه البطولة. الفتوري الحطاب لقناة ليبيا بانوراما طرابلس. تذكير بالعناوين. وكيل داخلية الوفاق فرج قعيم يتهم خليفة حفتر بمحاولة اغتياله الأخيرة في بنغازي. السراج يبحث مع الحرس الرئاسي والداخلية تفعيل الأجهزة الأمنية بسهل شفارة وجنزور. محتجون في سبها يدينون عمليات الخطف التي تعرض لها العمال الأجانب بأوبالي. دمتم في أمان الله.